السلام عليكم. اليوم جيت باش نهضر لكم على واحد المشكل كيواجهو عدد كبير من المدونين وما عايقينش به، وهذا هو السبب الحقيقي اللي ما تيخليش الموقع ديالهم يتقبل في جوجل ادسنس. هذا المشكل اللي هو متعلق باعاده توجيه الموقع ديالكم. اي دابا كاين فيكم اللي غادي يقول لي بانه راه مفعل الخاصيه ديال اعاده التوجيه، ولكن رغم ذلك يقدر الموقع ديالك ما يشتغلش، وهذا الشيء اللي غادي نتعرفوا عليه في هذه الحلقه هذه. اذا اش كنقصدوا باعاده التوجيه؟ فمثلا ملي كنجيو لجوجل وكنجي لهنا كنكتب www.dalilnet.com خاصو يعطيني الموقع ديالي، ها انتم شوف خاصو يعطيني الموقع ديالي. وملي كنجي ايضا لجوجل وكنكتب فقط يعني اسم الدومين ديالي .com بلا www، مثلا غادي نكتب هنا dalilnet.com يعني بلا www، خاصو يعطيني الموقع ديالي. صافي. اذا دابا هذه الخاصيه كيفاش كنفعلوها؟ فانتوما الى الناس اللي كتشتغل على البلوجر، جيتوا البلوجر ديالكم لهنا ودخلتوا الاعدادات، بركتوا الاعدادات وجيتوا لهنايا، ها هي اعدادات النشر. بالنسبه لكم نتوما ملي كتشريو يعني الموقع او ملي كتشريو الدومين للموقع ديالكم فضروري كتدخلوا هنا النطاق. صافي. اذا خاصكم تكونوا فعلتوا لهذه الخاصيه ديال النطاق اعداد التوجيهات. هيا هنا شنو تيقولوا لنا؟ تيقول لنا الا دخلتي ب www.dalilnet.com او الا دخلتي ب dalilnet.com بلا www خاص يعطي الموقع ديالكم. صافي. اذا الى حدود الان الامور راه واضحه وباينه. دابا الاشكال اللي كاين، واخا تدخلوا او لا واخا تفعلوا هذه الخاصيه ديال يعني اعداد التوجيه، فممكن ان الموقع ديالكم ما يطلعش، وهذا هو الاشكال وهذا هو المشكل اللي طحت فيه انا. طبعا ما عقت بهذه المشكله هذا تقريبا حتى دازت واحد الاسبوع للانشاء ديال هذا الموقع هذا. اذا كيفاش غادي نديروا باش نحلوا هذا المشكل هذا؟ اذا غادي تمشي للموقع او للسيت اللي انت شريتي منه الدومين ديالك. انا شريته من نيمشيب. صافي. اذا نيمشيب غادي ندخلوا الموقع ديالنا، المهم ندخلوا للنيمشيب الصفحه ديالنا وغادي نجيو لهنا الماناج، غادي نبركوا على الماناج. اذا هو الدومين dalilnet.com، غادي نبركوا على الماناج. من بعد مباشره غادي نمشيو نبركوا على ادفانسد دي ان اس، ومن بعد نجيو نهبطوا لهنا لتحت باش نضيفوا اكواد تابعه لجوجل، باش هكا تعرف علينا المحركات ديال البحث ديال جوجل. يعني بلا ما ندخلوا هذيك www. فمحركات البحث غتعرف على الموقع ديالنا وغادي تدخل لي وغتارشف المقالات وغير ذلك. اذا شنو غادي نديروا؟ دابا غادي نجيو لهنا غادي نضغطوا على اد نيو هكا، من بعد مباشره غادي نمشيو لهنا الفوق غادي نضغطوا على راكورد. صافي. اذا نضغطوا على راكورد بحال هكا، غادي نضيفوا هاد الاكواد هادو، هاد الاكواد ديال جوجل يعني لجميع المواقع. صافي. انا غادي نخليهم لكم في الرابط اسفل هذا الفيديو هذا. اذا فالاكواد هما هادو. صافي. اذا اش غادي نديروا هنا في الاول؟ غادي ندخلوا هنايا اروباس. صافي. اروباس بحال هكا. هنا غادي ندخلوا هذا الكود هذا اللي هو هذا، هو هذا. اذا غادي نهز هذا الكود بحال هكا كوبي، وغادي نجي لهنايا وغادي نحطو هنا. صافي. هنا. صافي. اذا عندنا اربعه ديال الاكواد نفس القضيه، عاوتاني غادي نجيو نضغطوا على هنايا على اد نيو، من بعد غادي نمشيو لهنا غادي نجيو هنا غادي نضغطوا غادي نكتبوا عفوا هنا اروباس، ثم غنجيو لهنا. اذا نهزينا هذا الكود هذا غادي نجيو لهنايا غادي نازل هذا الكود بحال هكا وغادي نجي نحطو هنا. صافي. بحال هكا. من بعد ما كنحطو هذا الكود هذا كنضغطوا على هذه العلامه الخضراء هذه فهي باش نفعلوا هذا الكود هذا. اذا فهنا عندنا اربعه ديال الاكواد، الفرق اللي بيناتهم هو انه هنا يعني 32 34 36 38، يعني كيمشيو بالارقام يعني زوجيه. فبهذه الطريقه هذه شوف انت باش نكون معك واضح، واخا يعني دير اعاده توجيه على البلوجر ديالك، فهذه النصيحه او هذه الخطوه هذه ضروري خاصك ديرها. صافي. باش هكا ان شاء الله الا صيفطتي لجوجل ادسنس يعني ما تلقاش مشكل. ومن بعد مباشره بعد ذلك كتمشي للمتصفح الخفي. واخا نجيو لهنا، اسمحوا لي نوريكم هذه القضيه. كنجيو لهنا كنجيو للمتصفح الخفي وكندخلوا الموقع ديالنا. علاش قلت لكم المتصفح الخفي؟ لان انا عارفكم دابا بان المتصفحات ديالكم كيسجلوا الموقع ديالكم، الاي بي ديال الموقع ديالكم، يعني بمجرد انك تكتب البدايه ديال الموقع ديالكم كيعطيكم. صافي. اذا نتوما باش تعرفوا بان يعني الموقع ديالكم يعني راه فيه اعاده توجيه كتجيو كتكتبوا هنا. هنا نجي نكتب dalilnet.com خاص يعطيني الموقع ديالي. صافي. اذا غنتسنى هو خاص يعطيني الموقع ديالي، ها هو كما كتشوفوا معايا عطاني الموقع. نجي عاوتاني نكتب www. دليل
net.com اسمحوا لي .com خاص يعطيني الموقع ديالي صافي. اذا ف الى درتوا هذه العمليه هذه اذا فرا نتوما متاكدين راه انكم يعني راه فعل عندكم اعاده توجيه صافي. اذا كنتمنى على ان الفيديو يكون واضح، فاذا كان عندكم شي تساؤل خليوه لي اسفل هذا الفيديو هذا والى الحلقه القادمه ان شاء الله.